السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. الحمد لله، تفضل. اشتريت موبايل من شركة على أساس إنه بالتقسيط، ورحت بعد عشان أدفع أول قسط، قالوا لي أنت ما فيش أوراق، وأنت كأنك أنت ما اشتريتش، مالكش فيه، ما فيش هنا أي حاجة تثبت إن أنت اشتريت. فقلت لهم طب أدفع المبلغ، قالوا لي تدفعه لمين؟ ما فيش شخص. انا يعني في حد نصحني قال لي ممكن تطلعوا زكاه او الواد. ادي السؤال معلش، ادي السؤال تفضلا. ايوه، اشتريت موبايل من شركه. ايوه، على اساس ان هو بالتقسيط. طيب، بالتقسيط، وعملت الاوراق وكل حاجه بالموبايل كده، عملتها يعني. وبعدين رحت عشان ادفع اول قسط، لقيت ان اسمي مش موجود، وكاني انا ما اشتريتلوش. فلما رحت للمدير بتاع الفرع قال لي يا ابني هتدفع لمين؟ ما فيش حد هنا وهتديني فلوس، انا مش صاحب الحاجه. فقال لي خلاص اتكل على الله. ففي حد نصحني ان انا اطلع زكاه او لوجه الله. لا لا، لازم تحاول ترجع باي طريقه توصل المال لمستحقيه. ان له مستحق هنا، له صاحب المال، له صاحب. شركه كبيره يا شيخ. والله عند العجز التام كما قال لك صاحبك. طب لو يطلب عليا ان انا ارجع للشركه خلاص دي. اذا كان شق عليك جدا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ممكن اطلع زكاه؟ لا مش زكاه بقى، تكون صدقه عامه وخلاص عن الشركه. طيب معلش سؤال، لو هي صدقه او حاجه ممكن اساعد حد يطلع بيها عمره او حاجه؟ وهو بتقدر تقول له ساعد نفسي. لا يا حبيبي خلاص. يعني ما ينفعش. يعني خلاص مصلحه عامه لاهل الاسلام. ايوه حاضر حاضر، شكرا جدا يا شيخ، اشكرك. الله يبارك فيك. الله يكرمك.